السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم قاسمي وصل الثورة. الرسالة هذه للانقلابي السيد محسن مرزوق، باش نكلمك بلغة هادية وبلغة نظيفة، لن تخرس وإلى الأبد، باش نبدل معاك اللغة ونرجعك بالضبط كما بن علي. أنت إنسان انقلابي، ودعوتك اليوم لحل المجلس التأسيسي هذا يعني دعوتك للعنف، ودعوتك للقتل، ودعوتك للدم. الستالينية في تونس ما عندهاش مكان. كنت في أول خروجك إنك حليت مجلس تأسيسي موازي، هذا يعني انك بعيد كل البعد على الديمقراطية، والحقد متاعك والكره متاعك خلاك تفكر تفكير متاع ناس مراهقين سياسيين، انت وحما وكذلك الباجي قايد السبسي والمجموعة متاع الوليدات الصغار اللي تحبوا تستعملوهم لنشر الفوضى ونشر الكره وكذلك نشر العشوائية السياسية. أفهم ليه أنت ومن معك جميعا ما كومش باش ترجع للسلطة مهما كان، حتى ولو أنكم باش تشاركوا في الانتخابات ما كومش باش تربحوا. وتيقن جيدا أننا لكم بالمرصاد على جميع تراب الجمهورية التونسية. في المرة القادمة قد نحول معك الخطاب إلى خطاب جديد آخر لن تعقله، فلتخرس وإلى الأبد ولتغرب على وجوهنا. أنت عقيم في عقم أي داعي أو أي داعية آخر للعنف والاقتتال. تونس ماهيش مصر، ومصر ماهيش تونس، كل بلاد ورطلها، واحنا مناش مستعدين باش نوصلوا بلادنا الى الحرب الأهلية والقتال. المجلس التأسيسي باش يبقى غادي حتى يكمل خدمته ويعلن انتخابات، وانت بالضبط راسي راسك، انا راسي راسك، وكذلك حما وكذلك الباجي قايد السبسي، لن تمروا ابدا. هنا قاسم قاسم يتحداك انت ومن معك جميعا. السلام عليكم.